وبالفعل يعني الموهبة تاعه كضوء الشمس، يعني تمد تمد الفايدة لغيرها بلا ما تضرها، وهكذا حضر لزها معنا. حدثنا عن التجربة تاع اليوم، أنا متحمس جدا بهم نعرفها. أجينا تشكيل الورود تخرج بالطريقة هذه، وكأنه ممكن لو تحدثنا أكثر عن المكونات، على كيفية الحصول على هذه العجينة. من الصفات المعروفة على الفنان التشكيلي هذا في الأزهر الإصرار، يعني لما يحط حاجة في راسه يوصل النتيجة. نقول لك الطريقة كيفاه درت. كاين كاين بودرة التالك تاع الأولاد اللي يستعملوها الأولاد، البودر وزيت الكتان والقطن تاع الحفاضات تاع الأولاد الصغار. جبت أنا تاع بريميراج هذي الحفاضات، القطن تاعها داخل تنحي وفيها الغراء الأبيض تاع غراء الخشب وشوية تاع معجون تاع الجدران اللوندوي. مكونات بسيطة ومتوفرة في السوق، يعني يقدر أي واحد يتحصل على هذه العجينة، خاصة المهتمين بالفن التشكيلي، يعني اللي عندهم هواية الرسم والفن التشكيلي أكيد راح يستفادوا من الأزهر بالطريقة هذه. وهي هذه بصمة الأزهر، يعني المكونات وطريقة التقديم راهي لأول مرة ترى، ما شافهاش في بلاصة خلف وجا طبقها له، يعني من سي راسل. وكي نخدموا العجينة هي بالطبع بيضاء، اللي يحب الألوان ويستعمل مثلا العجينة بالألوان كيما هنا درت الوردي والأخضر، نخلطوا سواء هذا تاع لاتانت هذه تاع الجدران ولا هذه تاع القماش، يصلحوا في زوز يصلحوا إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. نذكر مشاهدينا انه كاين حاجه نسينا ما هضرناش عليها، اللي هضرنا على العجينه اللي راح يشكل بها الفنان التشكيلي لازهر رسوماته، لكن ما يوضع فوق العجينه هي عباره عن كونتر بلاك كما راكم تشاهدوا. كونتر بلاك من جميع سادي بون، يعني كل واحد ذوق تاعو، حاب اللي يحبها كاري، حاب اللي يحبها دائري الشكل، اكيد راح يخرجوا. نعود اليكم من جديد، لكن هذه المره انا غير مرئي، انا اليوم راني كاميرا مان. راح نبدا عمليه صنع العجينه. شوف النهار الاول واش درت، انا حطيت شويه تاع القطن هذا مش بزاف، فتتوه هكا تقريبا نصف تاع حفاضه واحده، ومبعد نلو عليه الطلق، نضيفو لها الماء ونقدر نحيدها. نعيد المكونات الزهر لحت هذاك قطن الحفاضات، ومن بعد لحت فوق هو قدرة الأطفال، بعد شوية ماء، ومن بعد لحت فيها الماء، ومن بعد نبقى نخلط فيه هكا مع بعضها حتى يتحلل هذاك القطن في البودرة هذاك. الكمية فقط على حساب اللوحة اللي راح ترسمها، راح تدير الكمية. هي هكاك بعد نزيد شوية طرق على خاطر ما بانتش العجينة تاع الطرق. هاي دركا بانت القوام تاعها، يجي شغل هكا شغل عجينة. أنا نجم نستعمل يدي باش يعني كل واحد وكيفاه، وهي باليد تكون احسن باه تدخل العجينه في وسط بعضها وتمد لك الطوع كما يقولوا. غراء الخشب الابيض على حسب الكميه اللي درنا لها برك، احنا لازم يعني الازهر لحنا ويطبع قاعده عينك هي ميزانك، ما كانش مقادير معينه.
لكن بعينك على حساب القوام. كل مرة تقدر تضيف شوية تضيف شوية على حساب القوام تاعها. دروك نضيفو قليل تاع بودرة عجينة الجدران لوندوي. بالتأكيد قليل من الماء. خلاص وتقريبا هذا هما مكونات العجينة. اها مازلنا مازال زيت الكتان. نضيف كمية زيت الكتان قليل فقط. وش يساعد زيت الكتان في هذا؟ زيت الكتان من بعد كي تخدم بها ما تلصقلكش في السكينة. دائما اقول ان ايادي هذا الازهر وانامله سبحان الله معجزه موهبه وهبه الله عز وجل اياها. الله يبارك يعني ربي يحفظه. هذه هي عجينه تشكيل الورود. وكي نخدموا بها من بعد نشوفوا القوام تاعها نزيدوا الطهر كما زيدوا الشكه كل مره مره على مره. اكيد.